تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط. مجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد أن اتفاق الرياض لا يزال يشكل فرصة حقيقية للسلام في اليمن. بعد أسابيع من افتتاحه، ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بالصواريخ الفلسطينية والمسيرات. رئيس وكالة الطاقة إلى طهران ومؤشرات انفراجه مع اقتراب مفاوضات فيينا. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من الحدث وبدايتها يمنية. تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها الجسيمة في اليمن واستهداف المدنيين، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط. وقال التحالف إن محاولات الميليشيا العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة، وأضاف أنه تصدى لمحاولات الميليشيا بإطلاق المسيرات، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. وفي السياق، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على أهمية مواجهة المشروع الإيراني التخريبي، وقال بن مبارك إن المشروع الإيراني يهدف لنشر الفتن والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية على حد قوله. يمنيا أيضا، شدد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني على أن اتفاق الرياض لا يزال يشكل فرصة حقيقية لعملية السلام الناجحة تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تمثيل الجنوب في العملية السياسية بحاجة إلى إرادة أممية لضمان سلام حقيقي ودائم. من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن هجوم الحوثيين على ميناء المخا تم باستخدام 4 طائرات مسيرة إيرانية الصنع، مضيفا أن الهجوم أدى لاحتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي وبضائع المستوردين. وأكد في الوقت ذاته أن الهجوم امتداد لمسلسل استهداف الأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني. بعد أيام من إحاطة إعلامية للمبعوث الأممي لدى اليمن هانس غرنبرغ، تحدث فيها عن حل سياسي للأزمة اليمنية، ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا التجاري بالصواريخ والمسيرات. هجوم أصاب مخازن مواد غذائية وخزان وقود تابعا للصليب الأحمر وفقا لمصادر عسكرية ومحلية، إلا أنه لم يخلف خسائر بشرية. الميناء الواقع غرب اليمن افتتح قبل أسابيع فقط بعد توقف لسنوات، حيث استغلته الميليشيات بعد سيطرتها عليه كقاعدة عسكرية ومنفذ لتهريب السلاح من إيران، وقاعدة لتفخيخ البحر بالألغام الحوثية ولأنشطة عسكرية بحرية. ظل الميناء تحت سيطرة الميليشيات حتى تم تحريره عام 2017 ضمن عملية الرمح الذهبي لتحالف دعم الشرعية. ما يرفع من خطورة تلك الهجمات الموقع الاستراتيجي لميناء المخا الذي يقع 75 كيلومترا شمال باب المندب، يعد نافذة على القرن الإفريقي حيث تنشط عبره عملية تبادل البضائع بين الجانبين. سيناريو انتهاك الحوثيين للموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية أمر تكرر ولا يزال يشكل خطرا. فوفق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الميليشيات تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيرانية عبر تصعيد هجماتها في البحر الأحمر، والتي وفقا لتقرير أمريكي صدر مؤخرا رصد 24 عملية هجومية للحوثيين جنوب البحر الأحمر ضد ناقلات نفط عدة. الخطر الملاحي للميليشيات الحوثية لا يزال قائمة، حيث لا تزال موانئ الحديدة، الصليف ورأس عيسى تشكل مصدر خطر لانطلاق الهجمات الحوثية منها على الملاحة الدولية في المنطقة، وأيضا تعطيل سفن الشحن الإغاثية التي تستخدم تلك الموانئ وسيلة وحيدة
لإيصال المساعدات إلى الداخل. بعد أن بدأنا في تدشين إعادة تشغيل الميناء في الأسابيع الماضية بحضور ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأيضا الوفد الحكومي الذي كان مرافق للمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وحضور الجميع هنا، تفاءلنا خير والجميع تفاءل بالخير. المواطنين هنا استبشروا بالخير في تدشين إعادة تشغيل الميناء، لكننا اليوم نتفاجأ في القصف الحوثي للميناء استهداف لما تم إصلاحه من بنية تحتية أولية. هذا يعتبر أيضا جريمة حرب وأيضا ضد الإنسانية، ضد المواطن اليمني، ضد هؤلاء العمال. من هنا أيضا نكرر ونناشد منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجميع المنظمات الدولية بأن ميناء المخا هو ميناء مدني يتم استهدافه اليوم بهذا الاستهداف الكبير لضرب بنيته التحتية، لضرب يعني ما قمنا بإصلاحه في خلال هذه الفترة البسيطة لإعادة التدشين والتشغيل. هذا ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب الرئيس علي محسن صالح قوله إن هجوم الحوثيين على ميناء المخا جريمة مدانة ومستنكرة، وأضاف أن الهجوم كشف للعالم استغلال الميليشيات السيء لاتفاق ستوكهولم. واعتبر نائب الرئيس أن الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت الحيوية في اليمن والسعودية تحدي واضح واستهتار بكل الجهود الدولية والأممية. حصلت العربية على صور خاصة من كاميرا مصور يتبع لميليشيا الحوثي وثق عمليات تجنيد الأطفال والمعارك المزيفة التي دائما ما تفعلها الميليشيات بحثا عن انتصار إعلامي. المصور قتل في مديرية حرب بمحافظة حجة أثناء محاولته الهرب بعد عملية نوعية نفذها الجيش الوطني بدعم من التحالف. الموقف عندك والمشاهدات يا جيم واحد. 20 دقيقة المدة التي استطاع فيها الجيش الوطني بدعم التحالف القضاء على عناصر لميليشيا الحوثي ادعت أنها سيطرت على مواقع استراتيجية في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن، وذلك من خلال ما بثته في وسائل إعلام إيرانية وإقليمية. التزييف وبحث الميليشيات عن انتصار إعلامي لتجنيد المزيد من الأطفال وتغطية خسائرها في الجبهات أمر قد انكشف وفضح من خلال المصور الذي كان يرافقهم ويرصد أحاديثهم. فالكاميرا التي كانت بحوزته كشفت عن الأطفال الذين جندتهم الميليشيات، كما بيّنت عملية الفرار والهرب وانسحاب بعض العناصر التي كانت تحاول النجاة قبل أن ترصدهم الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف وتستهدفهم. إخفاء الحقائق الميدانية في الجبهات كافة من خسائر بشرية ومواقع استراتيجية نهج متبع لدى ميليشيا الحوثي، وهي تحاول اليوم بشتى الطرق كسب ما يمكن الحصول عليه من خلال عدسة كاميرا ومصورين تزج بهم في جبهات المعارك، لكن النهاية كما نشاهدها دائما وترصد عبر كاميراتهم سقوط عناصرهم وكشف التفاصيل. هاني الصفيان، الحدث. في الملف النووي الإيراني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران غدا في محاولة لاحتواء التوتر، وذلك بعدما اتهمت الوكالة الأممية هذا الأسبوع إيران بعدم التعاون. وقالت الوكالة إن رافائيل غروسي سيلتقي نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي. إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن هناك بعض الجماعات التي تحاول ابتزاز الناخب والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة والتجاوز على الدولة والقانون.
وأكد الكاظم أنه تم إنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية، لا سيما التأمين وضمان الحفاظ على نزاهتها بمراقبة أممية دولية وإجرائها في موعدها المقرر في 10 أكتوبر المقبل. جيت في اجتماع اللجنة الأمنية وحضرت شخصيا للمحاكاة ميدانية لعمل الأجهزة الأمنية فيما يخص تحضيراتهم والفرضيات اللي افترضوها اللي ممكن تواجهنا في الانتخابات. فإحنا كل ظروفنا الحكومية قاعد نقوم بها في التزامنا بأمام الشعب وأمام البرلمان أن نقوم بواجبنا فيما يخص تهيئة الانتخابات مبكرة. كذلك وفرنا المفوضية منذ اللحظة الأولى ميزانية خاصة، كانت عندنا مشكلة الموازنة مع عام 2021، احتياطا وفرنا لنا كل ظروف خوفا أنه قد ما ننجح بتوفير أو الحصول على تصويت على الموازنة. الحمد لله شكرا حصلنا على التصويت على الموازنة رغم كل الملاحظات. المفوضية طلبة من عندنا مجموعة ملاحظات من الوزارات، أتمنى توفير الدعم إلى المفوضية. أنجزنا الحمد لله وشكر بهذه الحكومة كل مطالبات المفوضية، كذلك قانون الانتخابات وكذلك المحكمة الاتحادية في شروط والظروف مهيئة بالكامل للانتخابات. هناك إجراءات أمنية مشددة راح نأخذها من الآن لتوفير بيئة تنافس عادل بين الناخبين، وأتمنى من الجميع احترام قرارات اللجنة العليا للأمن فيما يخص الانتخابات. من أجلكم من أجل العراق يجب أن نعمل سوية لإنتاج انتخابات تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي بالحكومة وبثقة نظامنا الديمقراطي وحمايته من أي موضع شك أو عدم ثقة بالمواطنين. بانعدام الثقة لا يستطيع النظام السياسي أن يكمل مشواره في خدمة الناس. من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانتخابات النيابية تمثل خطوة نحو تحقيق الإصلاح والتقدم. صالح رأى أن العالم يتطلع باهتمام إلى الانتخابات العراقية، مشددا على وجوب دعم القوى السياسية خيار الناخبين في اختيار ممثليهم. هذه الانتخابات التي أردناها جميعا شعبا وسلطات وقوى سياسية ومجتمعية بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية نريدها قادرة فعلا على تحقيق الإصلاح وعلى تأمين بيئة عمل سياسي وخدمي واقتصادي يتجاوز المشاكل في العملية السياسية وآفاتها، ومنها الفساد ونهب الثروات وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات. أما ممثل القائد العام للقوات المسلحة ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي فاعتبر أن السبيل الوحيد للتغيير في العراق هو الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أكتوبر المقبل، ودعا الأعرجي العراقيين إلى المشاركة والتعبير عن آرائهم وقطع الطريق أمام من وصفهم بالمزورين. هذا وأشار إلى اتفاقيات مع عدد من الدول لتدريب القوات العراقية بينها حلف الشمال الأطلسي لتقديم الدعم للأجهزة الأمنية. ومع اقتراب موعد الاقتراع للانتخابات العراقية في 10 أكتوبر القادم، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات حصر تصويت الناخبين عبر البطاقة البايومترية، وقالت إن عدد المراقبين الدوليين وصل إلى أكثر من 500 مراقب. هذا ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين النازحين ومنتسب الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون في 8 أكتوبر المقبل وفي 10 منه للتصويت العام. وأوضحت أن عدد مراكز النازحين يبلغ 86 مركزا تتوزع على 309 محطة اقتراع، مؤكدة أن تصويت النازحين سيكون عبر البطاقة البيومترية حصرا، كما سيتم إرسال فرق خاصة لتسليم بطاقة الاقتراع. وفي سياق منفصل أوضحت المفوضية أن هنالك مخالفات رصدت في محافظات عديدة كالسليمانية والبصرة بخصوص الدعايات الانتخابية، وتتراوح عقوبة المخالفين من الإنذار إلى الغرامة المالية وتصل إلى السجن 6 أشهر. أبناء الشعب العراقي جميعا من شرفاء الشعب العراقي أن ينتخبون ويحدث تغيير، وإلا إذا بقوا متهربين من الانتخابات ويسمعون دعايات الأحزاب الفاسدة اللي يقول لهم لا تنتخبون
لأنه نفس الوجوه راح تبقى، هم نفسهم الوجوه يسوون هاي الدعايات حتى يبقون بعد عشرات السنين يسرقون بأموال الشعب. لا يعني خدمات معدومة بالعراق، يعني أتعجب جدا، أتعجب من هالوضعية اللي سنة عن سنة أسوأ. يعني ما ينتخب أنا أعتبره إنسان يعني من الخونة. أكو عندنا وجوه جديدة بالساحة، يعني أكو أطباء، أكو محامين، أكو ناس مثقفين، أكو ناس واصلة، فما لهم وجود. فهذه مع الأسف كالأحزاب وكلها هي مسيطرة على هذه المؤتمر. في حالة عزوف بعض الناخبين وعدم الذهاب إلى في يوم الاختراع، هذا يؤمن بقاء نفس الوجوه السابقة. لذلك دعوة عامة أنا عن نفسي وعن عائلتي وعن كل من يسمعنا بأنه المشاركة بالانتخابات والتجديد هي الحل الأمثل للتغيير. الشخص الصح من ناحية نقول أنه المرشح يكون صح، شخصية مهيمنة، شخصية جيدة، مو سيطرة الأحزاب تكون، لازم تكون الشخصية وطنية غير تبعية، هذا الشيء راح يغير هواي أكيد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترقب لبناني لبيان حكومة ميقاتي وجعجع أول المنتقدين أنه لن يتمكن من الإصلاح. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حث لينك سابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك. حاضرك، مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. أهلا بكم من جديد إلى الملف اللبناني، حيث نفى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قدرة رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي على إحداث التغيير المطلوب، لافتا إلى أن نواة ما وصفها بالمجموعة الحاكمة المكونة من التيار الحر وحزب الله مسؤولة عن إيصال لبنان إلى الحضيض. وتساءل جعجع
كيف لهذه المجموعة أن تنتشل البلد من الحضيض عن طريق حكومة هي مسؤولة عن تشكيلها بشكل أساسي؟ ورجح رئيس حزب القوات عدم قدرة ميقات على الشروع في المسار الإنقاذي بوجود المجموعة الحاكمة نفسها بغض النظر عن جهوده ووجود شخصيات محترمة بالحكومة على حد تعبيره. رجحت صحيفة الجمهورية أن تعقد جلسة منح الثقة لحكومة ميقاتي أواخر الأسبوع المقبل أو في 20 سبتمبر الحالي على أبعد تقدير، مضيفة أن الاثنين المقبل سيشكل اليوم الأول لانطلاقة الحكومة اللبنانية الجديدة. وفي هذا الإطار تساءل موقع جنوبية عن ردة فعل المجتمع الدولي في حال تضمن البيان ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة أو الصبغة التي سيعطيها لهذه الحكومة. إلى مصر، إذ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جماعة الإخوان المسلمين عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عاما. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كانت في تحديات أكتر مع عنصر بقاله 90 سنة تقريبا قاعد بينخر في عظم وعقل ووعي الإنسان في مصر. 90 سنة بيعمل كده. انتوا لازم تكونوا عارفين، يعني اذا كان في حركة تنمية عالية فهي اساس للبناء عليه. في الجزائر توفي ياسف سعدي احد ابطال النضال ضد الاستعمار الفرنسي وقائد ما يعرف بمعركة الجزائر التي مثلت احدى المحطات الرئيسة في الثورة الجزائرية في العام 1957. وتوفي سعدي مساء الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما. وقاد سعدي معركة الجزائر في العام 1957 عندما حاول الجيش الفرنسي استعادة السيطرة على مدينة الجزائر، لكن اعتقاله في 14 أكتوبر من نفس العام كان بمثابة نهاية هذه المعركة. ندد قادة جمهوريون في الولايات المتحدة بقرار الرئيس جو بايدن بإلزامية تلقي التطعيم للموظفين الفيدراليين ولموظفي شركات خاصة. كان بايدن قد اتهم غير الملقحين بعدم ترك مكان في المستشفيات للمصابين بأمراض أخرى، وتعهد بزيادة التلقيح في صفوفهم وعدم السماح لهم بعرقلة جهود الانتعاش الاقتصادي حسب تعبيره. إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً يلزم جميع الموظفين الاتحاديين بالتطعيم ضد كورونا يواجه اعتراضات عدة. فالقرار سيفرض على أرباب الأعمال لشركات خاصة توظف أكثر من 100 شخص التأكد من تلقيح موظفيهم أو إجراء فحوصات أسبوعية، ما دفع بقادة جمهوريين إلى التنديد بالأمر واعتباره انتهاكاً غير دستوري للحريات الشخصية، وتعهدوا برفع دعاوى. سوف أوقع على أمر تنفيذي يتطلب الآن تلقيح جميع موظفي السلطة التنفيذية الفيدرالية، وقد وقعت على أمر تنفيذي آخر يتطلب من المقاولين الفيدراليين فعل نفس الأمر. خطة بايدن أثارت انتقادات بعض النقابات أيضا، حيث أكد رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة إيفرت كيلي في بيان له أن مثل هذه التغييرات يجب أن يتم التفاوض عليها مع وحدات التفاوض الخاصة بالاتحاد. الشارع الأمريكي كذلك شهد انقساما بين مؤيد للقرار ومعارض له. لا أتفق، لكن إذا فرض علي سأتلقى، لكن إذا لم يكن مفروضا فهل أريده؟ غالبا لا. في الواقع أنا أوافق لأنه يتعلق بصحتك، ونحن تلقينا لقاحات لسنوات عدة، ما الفرق الكبير الآن؟ في المقابل أعربت بعض مجموعات الأعمال عن دعمها للخطة ورحبت بما وصفتها باليقظة المستمرة لإدارة بايدن في مكافحة الفيروس، فيما أعلنت مجموعات أخرى أنها ما زالت تتطلع إلى فهم المتطلبات الجديدة.
بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس بايدن بشأن إلزامية تلقي اللقاح، يرى البعض هنا في الولايات المتحدة أن ذلك سيكون له تداعيات وتأثيرات على شعبيته ورئاسته. حسين الطود، الحدث، واشنطن. ختام النشرة تذكير بعناوينها: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد أن اتفاق الرياض لا يزال يشكل فرصة حقيقية للسلام في اليمن. بعد أسابيع من افتتاحه، ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بالصواريخ البالستية والمسيرات. رئيس وكالة الطاقة إلى طهران ومؤشرات التراجع مع اضطراب مفاوضات فيينا. انتهت النشرة، تابعوا قناة الحدث وتواصلوا معها. إلى اللقاء.